مواصلين وضيوف اخرين من بعد نستقبلهم ونواصل الحديث معهم، لكن قبل هذا باش نمشيو لفقره مساوره وعن طريقها مواكبه لدوره تدريبيه افريقيه صينيه ضمن اشغال الدوره السادسه للمنتدى الصيني الافريقي للتعاون الاعلامي والحوار رفيع المستوى لمراكز البحوث الصينيه الافريقيه. اكثر تفاصيل مع زميلنا الياس جريه في الفقره هذه. هي دورة لتقريب وجهات النظر والتباحث ما بين صحفيين العرب وصحفيين الصينيين للتقارب للاطلاع على التجربة الصينية في الإعلام وللتفكير معا في إقامة علاقات لتطوير الإعلام في الدول نتاعنا العربية. الدورة التدريبية هذه زادة ونحن محظوظين جدا أنها تزامنت مع انعقاد المنتدى الصيني الإفريقي في دورته السادسة وكانت بحضور عديد الدول ورؤساء الحكومات الإفريقية وكذلك العربية والصينية، كانت بحضور كذلك العديد من وسائل الأعلام الإفريقية والعربية وكذلك الصينية. دورة تدريبية هذه لتنمية القدرات يعني في التواصل وخاصة في تقنيات الأعلام الجديدة والذكاء الاصطناعي وغيرهم من التقنيات الحديثة اللي إن شاء الله باش نطلع عليها يعني في مدى أسبوعين في الصين. دورة تدريبية هذه بطبيعة باش تزيد تثمن المهارات اللي عنا احنا كتونسيين، نعرفوا اللي الاعلاميين التونسيين عندهم مهارات لا بأس بها متطورة يعني بما فيه الكفاية، لكن الاطلاع على تجارب ومهارات اخرى ممكن ان تثري يعني الجانب الاعلامي التونسي. نشارك اليوم في هذا المنتدى الصيني الافريقي النسخة السادسة منه يعني للاطلاع على يعني احدث ما وصل اليه التطور يعني الصيني في مجال الاعلام وايضا التعاون المشترك في المجال الاعلامي بين الصين والدول الأفريقية. وأيضا يعني كوفد تونسي كانت لنا مشاركة في دورة تدريبية خاصة في وسائل الإعلام، وقد اطلعنا على يعني أكثر يعني أو الأكثر تطورا يعني فيما يتعلق بوسائل الإعلام في الصين، فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وغيره يعني من المجالات. وأعتقد يعني أن هذه فرصة لنا لتطوير يعني وسائل الإعلام التقليدية نحو الفضاءات الجديدة في العالم والتي تعتبر الصين رائدة فيها. من أهمية هذه المشاركة هي تنويع التجارب وتبادل الخبرات بين الجانب الصيني والجانب التونسي، كذلك تبادل الأخبار، تبادل كل ما هو له علاقة بالإنتاج الإعلامي بين المنصات الصينية وهيئة والإذاعة والتلفزة التونسية. فرصة أنه نكتشف تقنيات جديدة، نتعامل مع زملاء من دول مختلفة، نشوف زادة دول أخرى كيفاش تتعامل مع الإعلام، مع الاتصال، مع الصورة، مع المونتاج. هي دورة متنوعة وفيها كل الاختصاصات، ففرصة على امتداء أسبوعان أنه نتقابلوا مع ناس ونتبادلوا الخبرات، نتبادلوا التجارب ونتعلموا حاجات جديدة نستفيدوا بها. وأكيد زادة تكون فرصة أنه احنا زادة كي نرجعوا لتونس إن شاء الله نعاونوا زملاء في أنه يكتشفوا حاجات جديدة، وإن شاء الله تتحل بيبان أنه زادة يجيوا هما زادة ويشوفوا التجارب هذه ويعيشوا التجربة، لأنه بكين من أكبر المدن اللي تنجم تزورها، إلى جانب التجربة الإعلامية أكيد هما تجربة إنسانية ثقافية مهمة جدا جدا، وتعرفنا على برشا تفاصيل تخص حياتهم اليومية وثقافتهم.